في إطار حرص الدولة المصرية على توفير خدمة علاجية مجودة ولائقة للمواطنين من خلال المشاركة والتفاعل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني، تم الإعلان خلال مؤتمر صحفي عن افتتاح أكبر صرح طبي لمستشفى الأزهر التخصصي بمدينة نصر بتخصصاته المختلفة، والذي سيسهم بشكل كبير في علاج آلاف المرضى بشكل مجود. اتفاقية موجودة ما بيننا وما بين جامعة الأزهر ومستشفى الأزهر التخصصي لإدارة الكيان الكبير ده، لأن المستشفى فعلا مستشفى حجمها كبير جدا، مستشفى بنقدمها لمصر كلها ان شاء الله في ال 15 او ال 20 سنه اللي جايين. كل الخدمات موجوده، من الخدمات الخاصه بالتنويم والسعه السريه اللي موجوده زي ما قلت لحضرتك، كل التخصصات متاحه، اكثر من 30 تخصص موجود، اكثر من حوالي مثلا 20 مركز متميز موجود لعلاج علاجات الاورام، للجراحات، لامراض القلب، لامراض الشيخوخه، حتى الامراض المتوطنه اللي موجوده في كتير من القطاع الخاص ما بيبصلهاش، احنا بنبصن لها كويس قوي. هنوصل قوه استيعابيه باذن الله تعالى على اخر السنه ل 500 سرير، بنقدم كل خدمات الخدمات الطبيه داخل المستشفى تحت سور واحد، يعني العيان مش هيبقى مضطر يعمل فحوصات في مكان ويكشف في مكان تاني ويعمل اجراء في مكان تاني، لا، هي الاجراءات كلها تحت سقف واحد، واحنا فعلا مدينه طبيه بمعنى الكلمه. في تصوري دي بدايه لتغيير المنظومه الصحيه والعلاجيه في مصر بصفه عامه. اتمنى ينشا وحدات اخرى ومستشفيات اخرى على هذا النموذج الحقيقه لدعم المستشفيات الحكوميه والاداء الحكومي بالقطاع الخاص، القطاع الخاص يميزه حسن الاداء والالتزام والجديه. مستشفى الأزهر التخصصي في ظل نهجه الجديد سيكون بمثابة قبلة ومحطة محورية للسياحة العلاجية في مصر لاستضافة آلاف المرضى بدول العالم لتلقي العلاج بمصر. ده بعد اقتصادي، النهارده لما نعمل سياحه علاجيه ونجيب مرضى من الدول التانيه فبيدخل لنا عمله صعبه، بيدعم الاقتصاد. بالنسبه للمواطن المصري بيبقى مطمئن وهو داخل يعمل عمليه او ياخد علاج معين في مستشفى، انه مش هيتعرض لاي عدوى تبادليه، هيطمئن ان هياخد خدمه على اعلى مستوى. ان النهارده خلاص هينتهي فكره ان نقول ايه فلان مسافر المكان الفلاني بره مصر عشان يعمل عمليه او يحصل على علاج. حدث ضخم ان احنا ازاي ان احنا نعمل السياحه العلاجيه، ان احنا ازاي ان احنا نقدر نعمل ترويج كبير لمصر، ان احنا عندنا في طفره كبيره في النواحي العلاجيه، طفره كبيره في الرعايه الصحيه، ودي هتبقى طبعا ليها حدث كبير جدا واثر كبير جدا على مصر. افتتاح اكبر صرح طبي بجامعه الازهر بمفهوم الشراكه ما بين القطاعين الحكومي والخاص، فكر جديد سيعمل على توفير خدمة علاجية مجودة للمنظومات الصحية في مصر. محمد حلمي، النيل. افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد أيمن عاشور ورئيس جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت المستشفى الجنوبي للمعهد القومي للأورام. تم استعراض مشروعات التطوير الجاري تنفيذها أيضا في مستشفيات المعهد. 50 عاما من الخدمات العلاجية المتميزة لعلاج أمراض السرطان ليحتل المركز الأول في مصر والشرق الأوسط، واستمرارا لتلك الخدمات العلاجية للمواطنين، شهد الدكتور محمد أمين عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة افتتاح المبنى الجنوبي الجديد للمعهد القومي للأورام بالقاهرة. المستشفى هنا فيها علاج جميع شرائح المجتمع، وطبعا احنا بنقول انها تكون مقر. عندنا كمان علاج الأطفال وأورام الأطفال موجود هنا جنب الكبار، مش كده وبس، انما المقر اللي موجود في جامع في القاهرة الجديدة في التجمع الأول هو لعلاج أمراض الثدي لدى المرأة. لابد من توجيه الشكر لأصحاب الفضل. هنا لابد من شكر الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة ومؤسسة الشيخ الجواهر حرمه الكريم في تدعيم المستشفى الجنوبي. ساهم المعهد في علاج الآلاف من مرضى الأورام ضمن المبادرات الرئاسية المختلفة مثل مبادرة صحة المرأة ومبادرة إنهاء قوائم الانتظار. والجدير بالذكر أن عدد أمراض مرضى الأورام في مصر تتزايد بصورة مضطردة نظرا لزيادة عدد السكان وارتفاع معدلات الأعمار، حيث بلغ عدد مرضى السرطان الجدد في مصر عام 2020 حوالي 135,000 مريض، يعالج 20% منهم بمستشفيات المعهد. زيادة في الطاقة الاستيعابية للمعهد بنسبة 50%
ضمن عمليه التطوير لتبلغ 132 سريرا كامل التجهيزات الطبيه و40 عياده طبيه في المبنى الجديد البالغ ادواره 16 طابقا. عندنا 9 سراير شامله كل حاجه، متستقبل اي عيان ايا كان حالته، اذا كان جاي من الطوارئ، اذا كان بوست ارست ان هو كان قاعد بعد حاله توقفات القلب. عندنا وحده غسيل كلوي في بعض الاماكن هنا برضه. ده جهاز غسيل نبرو، ده تقريبا مش موجود غير في معهد الاورام في مصر. ده جهاز عالي جدا والتنقية بتاعته كويسة جدا جدا وكفاءته عالية. يأتي افتتاح المبنى الجنوبي للمعهد القومي للأورام في إطار خطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية للنهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. بهدف تقديم خدمات صحية متكاملة وفق معايير وجودة صحية عالمية في المستشفيات الجامعية، جاء افتتاح المبنى الجنوبي للمعهد القومي للأورام لتقديم خدماته من جديد لآلاف مرضى السرطان داخل هذا الصرح الطبي العملاق. من داخل المعهد القومي للأورام، عبد الحميد صقر، النيل.